في العيد في محتاج الناس شايفاه فياخد لحوم تكفيه وتفيد، وفي اللي بعيد مش متشاف فتنسى وما فرحش بالعيد. مع برنامج صدق الأضحية من بنك الطعام المصري تقدر توصل الفرحة لملايين مستنيين، فما تستناش وشارك مع بنك الطعام المصري اللي ما استناش وكان أول من أسس صدق الأضحية في مصر. اشتري الصدق البلدي أو الصدق المستورد، والدبح بيتم بشكل شرعي في أيام التشريق، واللحوم بتوصل بأفضل جودة لمليون أسرة في كل محافظات مصر. بنك الطعام المصري، ما تستناش واشتري صدق الأضحية وفرح ملايين أملهم فيك.